مين دودي؟ دودي هاو. مين؟ هاو شبيها؟ مين؟ شبيها دودي؟ مين هذي؟ الهاب. أوه ماي جاد. واو كفو كفو يا جميل كفو والله إنه كفو. خلاص نشتغل على جولة صح؟ شفتوها يا رب. خلاص نخليها على جولة. عن جولتين. أوكي. يلا أقدر. خلاص أنا ما أقدر يعني قلت كلها ما أقدر أرجع فيها جولتين جولتين. خلاص. أنا استغربت بالمشاهدات ما تطلع عندي. ما شاء الله 2800 ما تطلع. والله ما طلعت ما أشوف. يقولون لك 2800. اسمع آخر شيء يعني. يا الربع والله ترى لو تفوز تحكمني. شدوا يا الربع أقصوا اللي ودك والحب. خلاص ما يحتاج الإحراج. إيش فيكم؟ شتوا ترى على تفوز تحكمنا. وش حكمت؟ سهلة جدا 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 والله. وش مثل وش؟ ما أقولها ما أقولها. لا بزدي يا رب. العب يا رب. هالدبل هالدبل شتوا هالدبل. طيب وذا يعني وذا صار خلاص. شوف اي احد بشوف اللي والهب. هذه الاسم هالدبل. اذا شفت الاسم هذاك شتوا يا رب. اي والله والهب. فقصوا الشاشة. يا رب ترى عندها جحفلة. لا تجحفلين لا تجحفلين أخرتي. أيوة أكيد. والحب والحب يا راكا. الله يعزك يا ركان. يا رب ضيفوا لي ركان لا تكسرون به. فقصوا الشاشة. فرحب يا ركان. فرحب. شكرا. والحب انت بنجاح. يا ابو نجاح فلا فكسوا الشاشة. فكسوا. هلا الله يعزك يا ركان.
الله يعزك يا راكان. طيب الله يعزك. إذا فزت يا إذا فزت بهذه الجولة يكون في جولة ثالثة عشان نشوف نحسم. لا. أوكي. طيب بعدين أنا فزت مرة وأنت فزت مرة، إيش نحكم على إيش؟ لا إيه أنا فزت ثوان وأنت فزت جولة. إيه؟ نلعب الجولة الثالثة. إيه إيه. أيوة بالضبط. فرعان. العب يا ركان. الجولة الثالثة هي الله يعزك يا رب. ضيفوا لي ركان لا تكسرون معه. يلا قبلي قبلي ما جاني. يلا قبلي يا أخوي ما جاء. دقيقة دقيقة يلا قبلي. قبلت خلاص ما عندي طالعة إلا خلاص قاعدين يكبسون. لا لا الغيه الغيه. أوكي ما هي طالعة عندي يا رب. خلاص ألغيتها. يلا قبلي أرسلي لي. أرسلت لك. وش السالفة؟ يلا الحين. إيه الحين. ألعب. يا رب التبغيص لا يوقف. فغص. كبيسو. كبيسو. جاك الحكم. فقصوا رينات خلي تنفذ الحكام اللي عليه عشان تنفذ الحكام. فازت جولة ولا فزت جولة. فغيصوا فغيصوا. اي والله العب. هلا فقصوا 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 على الشاشه يا الربع. فقصوا تفوز حكمها تو هي انا فوز حكم اتوقع. فقصوا فقصوا. اي والله جيوش ما شاء الله. فقصوا فقصوا. اي والله مجهز لي. انت كيف احكامك يا شتو يا عبسي؟ ايش احكامك؟ ايه احكامه صعبه. يا انا ما انطلق يا الربع. اتبل اتبل عبسي اتبل. انت مطيري. فقصوا. لا وش ذا ما شاء الله ما مستحيل يعطيني حكم كذا. اتقبل. ورد ورد. اي والله مستحيل يحكم علي جرش. مستحيل. أرعب أرعب. حسيت والله. شكرا يا واو. شتي والله فت. أنا وش سالفتي؟ ليش منافسة قوية؟ فقصوا فقصوا. لا لا أنا عندي حساسية. شوف خليني أقول لك، عندي حساسية من البصل والثوم وإيش بعد؟ ما أقدر أحط شيء بوجهي لأن وجهي الحين متحسس هذه الأيام. وبعد وجهي والله العظيم الدكتورة قالت لي تحطين شيء. أوكي؟
البشرة تاكلين؟ وما اقدر يعني اسوي بوش اب وجرش، ما ادري الجرش حقك. ايوه وبعد ويعني شوف اشياء اكل ابعد عنها، وين شيء وش ابعد عنه تسوي؟ يعني اسوي احكام سهله ومضحكه. خلاص تحطين كحل. اقول لك وجهي متحسس ما يمديني. العب تبون جعفله فقصوا الشاشه. فاكسو فاكسو، واو اقصوا على الشاشة يا الربع. من جد من جد استسلام.